ماكس لوشر وضع علم سماه كاتيجوريكال ريجيليشن لوجيك، المنطقية العاطفية التصنيفية، حط أساس كيف توصف المشاعر. قبل ماكس لوشر كانت المشاعر صندوق أسود ضلمة، بعد ماكس لوشر المشاعر بقى لها منظومة للقياس. أنا بقدر أحسب المشاعر. قصتي مع لوشر وبرنامج لوشر قصة لطيفة جدا. ان كان اخويا خالد عليه رحمة الله كان استاذ مدرب في جمعية المتهالف العالمية، وكانوا عاملين مؤتمر بتاعهم في 2013 في شرم الشيخ من 10 سنين بالظبط، وانا كنت حاضر. في واحد استاذ من اساتذة المتهالف برضو اسمه دكتور كويزي، طبيب عيون الماني. الراجل ده دارس برنامج يقيس المشاعر بالالوان، معاه كتاب كده بيخلي الناس يختاروا الوان، وبناء على القرايات اللي الناس بتختارها بيحللها ويدي تقرير عن المشاعر. انا انبهرت بالشغل بصراحه، برنامج مذهل. ايه ده بكلام صح الراجل ده، كانه عارف انا ايه من جوه. فاخدت الموضوع بشكل جدي جدا، وكنت يعني ادائي فيه في البرنامج كان عالي. ومن يوم البرنامج ما خدته مارس 2013 الى اليوم انا بعمل تحليل يومي مش اقل من 3-4 مرات في اليوم. تخيلي 10 سنين في 300 يوم، ادي 3000 يوم. انا عامل لي مثلا بتاع 12-15 ألف تحليل في يوم. فاخدت الموضوع بجد جدا وعجبني جدا، يعني لقيت نفسي فيه جدا كمهاره وكفن يعني. فمشيت فيه بشكل قوي جدا، وبدات بقى اتعرف على المدربين اللي في لوشر ومعهد لوشر نفسه، وبدات اشتغل وحضرت برامج. برنامج لوشر هو البرنامج الوحيد اللي انا بديه كمدرب مش كصاحب برنامج. معهد لوشر طالبين ان البرنامج يدرس بشكل محدد جدا، ما فيهوش مساحه خالص لاي تصريف من عندنا. وقصه طويله كده مع معهد لوشر، في الاخر اعتمدوني انا العربي الوحيد على فكره اللي بيدرس برنامج لوشر. ماكس لوشر وضع علم سماه كاتيجوريكال ريجيليشن لوجيك، المنطقيه العاطفيه التصنيفيه. هو حط اساس كيف توصف المشاعر. يعني قبل ماكس لوشر كانت المشاعر صندوق اسود، بعد ماكس لوشر المشاعر بقى لها منظومه للقياس. بناء على منظومه القياس اللي قدمها ماكس لوشر، المشاعر ممكن تتوصف بدقه شديده. وده السبب ان مثلا في شغلي انا بشكل عام، مثلا لما بشتغل مثلا مع الستات في مشاعر انثويه انا كذكر ما اعرفهاش، بس انا اقدر احسبها. فتلاقيني مثلا في الجلسه اقول للعميله انت بتشعري بكذا وكذا 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 وكذا، انا شعور ما اعرفوش بس انا حاسبه كحساب، بحسبه. يتخضوا، انت عارف ازاي؟ اختبار لوش اختبار لحظي، وده اقوى ما في هذا الاختبار، لان مجموعه الاختبارات المتاحه كلها مش اختبارات لحظيه. يعني اختبار لوش كله بياخد عليه 5-6-7-8 دقائق بكتير. انا ليا صديق موقع كبير جدا في شركه من اكبر الشركات ده في العالم وفي الاتش ار، اما عملت له اختبار لوشر وشرحته له قال لي يا عم انت عارف الاختبار اللي انت عملته لي في 10 دقائق ده؟ قال لي انا بعمل اختبار فيه اكتر من 700 سؤال عشان اعرف اخد شويه المعلومات اللي انت قلتهم لي دول. بيقول لي ده اختبار مذهل. فالفكره هنا حضرتك ان ثبات الاختبار ده دليل ضعف في الاختبار مش دليل ميزه، لان احنا بنتغير، كائنات متغيره مش كائنات ثابته. جزء مهم جدا في ان مثلا حاجه زي الاتش ار مثلا او في المدارس، ان مثلا كل فتره يكون بيتاخد اختبارات، لان مجرد تغير الاختبارات مع الوقت ده في حد ذاته وثيقه بنشوف منها تطور الاتزان والاضطراب عند الشخص نفسه. اختبار لوشر حقيقه هو مش اختبار واحد، هو مجموعه اختبارات في بعض. اختبار الرمادي، اختبار الاشكال، اختبار 8 لون الاولاني، اختبار 8 لون الثاني، اختبار الاربعه لون، اختبار الازرق والاخضر والاحمر والاصفر. فالاختبار ده كام اختبار؟ 9 اختبارات في اختبار واحد. الخطوره في الموضوع ايه؟ ان كل اختبار من التسعه بيقرا بعد من ابعاد الحاله الشعوريه عند الانسان. والخطوره في الموضوع انك لما بتاخد التسع اختبارات دول كل سطرين منهم مع بعض بيقروا بعد تاني. يعني اختبار الرمادي مع الاشكال غير الرمادي مع الازرق غير الرمادي مع الاخضر. فعمق قراءه المشاعر في هذا الاختبار مذهله. انا من ساعه ما اشتغلت فيه ما اعرفش استخدم غيره، لان من غيره الجلسه بالنسبه لي ضلمه. اختبار لوشر التشخيصي بيساعد الممارس او المعالج ان هو يقدر يعرف ويوصف مشاعر العميل بتاعه بدقه متناهيه. يعني قبل اختبار لوشر كان ممكن اقعد جلسه واثنين وثلاثه عشان اعرف اللي قدامي ده عايز ايه. فاختبار لوشر بيأثر السكك، يعني ما بيعتمدش على العميل نفسه في فهم مشكلته، هو بيستخدم العميل لتاكيد او انكار للتوضيح فقط. ولكن انا بعرف المشكله من غير العميل اصلا. كتير جدا من العملاء ما بيعرفوش يوصفوا مشاعرهم اصلا، ما بيعرفوش يقولوا هم موجعين ازاي، هم مش مرتاحين، هم موجعين بس ما يقدرش يحدد بالظبط هو بيتوجع ازاي ولا امتى حتى. فالفكره بمنتهى البساطه ان انا بقدر اساعد العميل انه يتعرف على اوجاعه
وعلى اضطراباته وعلى نقط ضعفه وممكن نقط قوته كمان النفسية، وبقدر أساعد المعالج إنه يقدر يقرأ العميل بسرعة ويوفر عليه وقت طويل جدا من الحوارات ومحاولة فهم إيه هي المشكلة، إنه هيحط إيده على المشكلة بسرعة جدا.